مرحبا يا أطفال، سأروي لكم حكاية من العهد الجديد في الكتاب المقدس. ها هو عيسى يدخل إلى كفرناحوم، إنها مدينة مسيطرة من طرف الرومان في شمال وطن إسرائيل في الجليل كما تراه على الخريطة. كالعادة وفد من الناس يتبع عيسى كي يسمعه، هو الذي يتكلم جيدا عن الله وملكوته، وبالطبع هؤلاء الناس يريدون رؤية معجزاته، هذه الأشياء الرائعة التي يصنعها عيسى. حقا أنت بالطبع تتذكر أن عيسى يشفي الكثير من الناس من عدة أمراض، وخاصة أنه ينظر إلى القلوب ويعطي سلام الله لكل من عندهم الإيمان، يعني الذين يضعون فيه الثقة بأنه حقا الله. في ذلك اليوم ها هي جماعة من شيوخ اليهود يأتوا لرؤية عيسى. هؤلاء الرجال لهم مكانة مهمة عند شعب اليهود، إنهم قادة. إذا أرادوا الكلام مع عيسى فالأمر لابد أن يكون مهما جدا. الشعب اليهودي اختير منذ زمن بعيد من طرف الله كي يكون شعبه، حيث أعطى له وعودا كثيرة ووطن إسرائيل أيضا، ولكن الله عقبه بما أنه لا يطيعه. وبما أنه لا يطيع الله فلهذا السبب الرومان هم الذين كانوا الحكام والقادة على إسرائيل، حيث وضعوا جنودا في كل مكان للمراقبة. اليهود لا يحبون إلا الرومان، ولكن هناك بعض الرومان يحترمون اليهود ويؤمنون بربهم. الآن نعود إلى قصتنا. هؤلاء الشيوخ اليهود قالوا لعيسى: نرجوك تعال لإنقاذ رجل طيب، أحد قادة جنود الرومان، لأن خادمه العزيز عليه سيموت، من فضلك تعال لتشفيه. في الواقع هذا القائد يعتبر قائد 100 روماني، أي أنه قائد 100 جنود، لكن هذا القائد يحب اليهود، يحترمهم ويؤمن بربهم أيضا، الله الخالق والدائم. لقد بنى لأصدقائه اليهود بيتا للصلاة ولسماع كلام الله، والذي يسمى المعبد. حتى أن أصدقائه اليهود يقولون لعيسى أن هذا القائد 100 يستحق أن يشفى خادمه من طرفه، فهو يعاني الكثير. تعلم لا واحد يستحق أن يساعد من طرف الله، لأننا لسنا كاملين. رغم ولو كنت طيبا وتعمل كثيرا من الخير، فإن الشر موجود في قلبك، إنه الذنب. لكن عيسى قبل فبدأ في المشي، فها هو الآن تقريبا قد وصل حتى يرى رجالا يقتربون للقائه. إنهم أصدقاء آخرون لقائد 100 الروماني، عندهم رسالة لعيسى. هذا ما أراد قائد 100 قوله: لا تشقى في المجيء إلى بيتي، لا أستحق ذلك، لهذا السبب لم أتمكن بالمجيء أنا شخصيا لرؤيتك، لكن عندي الثقة فيك، قل فقط كلمة وخادمي سيشفى، لأنني أطيع قائدي وجنودي يطيعونني أيضا لما أطلب منهم القيام بشيء ما. في الواقع هذا القائد 100 الذي هو رجل طيب يعرف جيدا أن قلبه ليس نقي تماما، وأنه لا يستحق استقبال عيسى، إذن الله في بيته. يؤمن أن عيسى هو الله، وهو قادر على شفاء خادمه العزيز عليه عن بعد، وذلك فقط بكلمة منه، لأن كلمة الله ولو كانت واحدة فقط فهي قوية. تعلم أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، إذن لا تنسى أبدا أنها قوية. هنا أيضا عيسى ينظر إلى قلب الذي يتحدث ويتحدث معه في الصلاة. لقد رأى أن هذا الرجل اعترف أنه غير جدير بالله، إذن فهو مذنوب، عنده الشر في قلبه مثلنا أنا وأنت. عيسى يعلم أن هذا الرجل يؤمن به وبقدرته، وذلك دون أن يراه. لقد رأى أنه آمن به، إذ كان يعلم أن كلمة الله كافية لشفاء خادمه. عيسى رأى أيضا أن هذا الرجل متواضع، وأنه لم يطلب معجزة لنفسه بل لخادم بسيط. لا تنسى أنه قائد 100، إذن رجل مهم عنده كثيرا من الخدم.
قائد جنوده الذي يجب عليه حماية وطنه، ولكنه قلق على خادميه. فعيسى يلتفت إلى الحشد من الناس الذي كان يتبعه والمعجب بإيمان القائد المئة. قال لهم: انظروا، هذا الرجل ليس هو حتى يهودي، ولكنه يؤمن أكثر منكم أنتم الذين تملكون وعود الله. لم أرى أبدا يهوديا بهذا الإيمان القوي. إذن يرجع مع الحشد من الناس، ولكن قبل ذلك يقول لرسولي قائد المئة أن يقول له: أستجيب إلى صلاتك، سيكون لك ما آمنت به وما طلبته. بالطبع الأصدقاء أسرعوا لإخبار قائد المئة بهذا الخبر السار. فلما وصلوا، إذن الخادم قد شفي، وهذا حدث بالتحديد في الوقت الذي قال فيه ذلك عيسى. يا لها من معجزة! بما أن كلمة الله قوية، أنت أيضا اعمل مثل قائد المئة هذا. آمن بكلام الله فسوف ترى أشياء عظيمة في حياتك، لأننا لما نضع ثقتنا في عيسى فإنه يستجيب لصلواتنا حتى لو كانت للآخرين. لنصلي الآن. سيدي عيسى، شكرا لأنك تحبنا ولأنك أعطيتنا كلامك، كلامك القوي. نريد أن نؤمن بك سيدي، اغسل قلبي من كل ذنوبي، ساعدني كي أرى فيك الثقة، لأن مثل قائد المئة هذا لا أراك ولكن آمنت بكلامك. آمين. الآن أقرأ لك النص الذي هو في الكتاب المقدس، في الإنجيل حسب لوقا الشطر السابع من الآية 1 إلى الآية 10. ولما أكمل أقواله كلها في مسامع الشعب دخل كفرنحوم، وكان عبد لقائد مئة مريضا مشرفا على الموت، وكان عزيزا عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل إليه شيوخ اليهود يسأله أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين: إنه مستحق أن يفعل له هذا، لأنه يحب أمتنا وهو بنى لنا المجمع. فذهب يسوع معهم، إذ كان غير بعيد عن البيت أرسل إليه قائد المئة أصدقاء يقول له: يا سيد لا تتعب، لأني لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لذلك لم أحسب نفسي أهلا أن أتي إليك، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان مرتب تحت سلطاني، لي جند تحت يدي، وأقول هذا اذهب فيذهب، ولآخر آتي فيأتي، ولعبد افعل هذا فيفعل. ولما سمع يسوع هذا تعجب منه والتفت إلى الجمع الذي يتبعه وقال: أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. ورجع المرسلون إلى البيت فوجدوا العبد المريض قد صح. يمكنك قراءة أنت أيضا شخصيا في العهد الجديد الحكاية التي رويتها لك، وذلك بصفة أخرى في الإنجيل حسب متى الشطر الثامن من الآية 5 إلى 13. إلى اللقاء، ألقاكم فيما بعد لحكاية أخرى.